أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في تقرير جديد من Equity Global Markets، معكم رائد الخضر. نتحدث في هذا التقرير عن مجموعة من أهم البيانات المنتظرة خلال التعاملات هذا الأسبوع، حيث تعود الأنظار من جديد لتتجه نحو عدد من البنوك المركزية وانتظار ما ستقرره وهل ستتحول نحو تضييق الفجوة بين سياستها النقدية وسياسة الفيدرالي الأمريكي الذي بدوره يسير على طريق تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري. من ناحية أخرى تبقى الأسواق بشكل متأهب ومنتظر لمزيد من البيانات، وعلى رأس هذه البيانات صدرت اليوم الاثنين أول تعاملات هذا الأسبوع بيانات من الصين تؤكد استقرار ثاني أكبر الاقتصادات العالمية، حيث جاءت بيانات النمو الصينية بأفضل من التوقعات عن الربع الثاني من هذا العام، فنما الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني من العام 2017 بنسبة 6.9%، وهي أعلى من التوقعات التي كانت عند 6.8%، وبالتالي تؤكد أكثر على أداء جيد للاقتصاد الصيني. كذلك صدرت لدينا بيانات الإنتاج الصناعي الصيني والذي بدوره ارتفع بنسبة 6.8%، وذلك عن شهر يونيو مقابل قراءة شهر مايو التي كانت ب 6.5%، والتوقعات التي كانت أيضا عند 6.5%. بالتالي الاقتصاد الصيني حقق القراءة الإيجابية المنتظرة عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لا نزال ننتظر أيضا هذا الأسبوع بيانات التضخم من نيوزيلندا، CPI من المنتظر أن يصدر عن الربع الثاني من العام الحالي في وقت مبكر من تداولات يوم الثلاثاء، وعادة ما يكون لبيانات التضخم تأثير واضح في قرارات البنك الاحتياطي النيوزيلندي، حيث كانت بيانات الربع السابق قد عادت ضمن النطاق المحدد من قبل البنك المركزي النيوزيلندي والذي هو حوالي 1%، بينما التوقعات عن الربع الثاني هي عند 0.2% فقط. ننتقل إلى بيانات تضخم أخرى وهي التضخم البريطاني، حيث تستمر الأسواق في توقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة، وذلك خلال قراءة شهر يونيو بنسبة 2.9% كتوقعات حاليا عن شهر يونيو، وهي نفس القراءة التي كانت عن شهر مايو كوتيرة ارتفاع في مستويات التضخم، وهي تعتبر القراءة الأعلى فيما يقارب الأربع سنوات. طبعا ارتفاعات مستويات التضخم تعود إلى نتيجة لانخفاض قيمة الباوند في أعقاب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي وحالة عدم اليقين المسيطرة على الأجواء التي لا تزال تضغط على أداء الجنيه الاسترليني، حيث تباينت الآراء داخل بنك إنجلترا ودعا بعض الأعضاء لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، ولذلك لكبح جماح التضخم حتى لا يخرج عن السيطرة. أيضا يجدر بالإشارة أن الجولة الثانية من مفاوضات البريكزيت سوف تأخذ مكانها خلال التعاملات هذا الأسبوع، وتنطلق الجولة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في هذا الأسبوع. بيانات سوق العمل الأسترالي أيضا على أجندتنا اليوم أو هذا الأسبوع، ومحضر اجتماع الاحتياطي الأسترالي كذلك الأمر، حيث أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير عند نفس المستويات 1.5%، لتبقى عند أدنى مستوياتها منذ شهر أغسطس 2016، وسيوفر أيضا محضر الاجتماع مزيد من التفاصيل حول وجهة نظر صناع السياسة وأيضا رؤيتهم لمستقبل السياسة النقدية في أستراليا. من أبرز البيانات الاقتصادية في أستراليا كذلك الأمر هذا الأسبوع هي بيانات التغير في أعداد التوظيف، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في إضافة الوظائف خلال شهر يونيو بمعدل 15.3 ألف وظيفة، وذلك بعد الإضافة الأكبر التي كانت في الشهر الذي سبقها بحوالي 42 ألف وظيفة كانت في شهر مايو. ننتقل من أستراليا ونبقى في شرق العالم، نبقى في اليابان، أو ننتقل إلى اليابان، حيث يقوم البنك المركزي
الياباني ننتظره خلال هذا الأسبوع بإعطاء قرار السياسة النقدية وإعلانات أسعار الفائدة، حيث اليابان من المتوقع أن تعلن عن قرار السياسة النقدية صباح يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الياباني على السياسة الحالية دون تغيير، وبالتالي سيكون التركيز بشكل كبير على تقييم البنك بشأن توقعات النمو والتضخم. كما سنراقب عن كثب تصريحات كورودا محافظ بنك اليابان الذي سيكون يلقي خطابه خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقب قرار اجتماع السياسة النقدية. طبعا نبقى باجتماعات سياسة النقدية وننتقل إلى أهم حدث أيضا هذا الأسبوع، وهو اجتماع سياسة النقدية للمركزي الأوروبي. تترقب الأسواق بشكل كبير هذا الاجتماع، وللمعلومة أو الملاحظة ستزداد أهمية اجتماعات المركزي الأوروبي خلال الأشهر القادمة أو القليلة القادمة، حيث تتطلع الأسواق إلى بدء المركز الأوروبي بتقليص برنامج التيسير النقدي الذي بدأه في عام 2015، ومن ثم بداية اتجاه نحو تشديد السياسة النقدية وتقليص الفجوة بين السياسات النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي سيعطي ذلك مزيد من الدعم لليورو. من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير، إنما التركيز سيكون على توجهات المركزي الأوروبي مستقبلا، وتتجه الأنظار نحو حديث ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي الذي سيلقي خلال المؤتمر الصحفي معلومات وبيانات مهمة وتلميحات مهمة حول نوايا المركز الأوروبي كيف سيبدأ بتقليص هذا البرنامج. بالتالي من الممكن جدا أن يكون هناك تأثيرات وتقلبات كبيرة على تعاملات اليورو، ويرى بعض الخبراء حاليا أن المركز الأوروبي قد ينتظر حتى اجتماع سبتمبر المقبل قبل البدء بأي خطوة في تغيير السياسة النقدية. هذا كل ما لدينا في تقريرنا لليوم، أشكر لكم المتابعة. طبعا لمزيد من البيانات والتحديثات يمكنكم متابعة آخر الأخبار وآخر التحليلات من فريق عمل إكويتي وفريق الأبحاث في إكويتي من خلال أولا غرفة الأخبار، وأيضا متابعة كل المواد التعليمية التي سنقدمها من خلال الويبينرز والسيمينرز على أكاديمية إكويتي. روابط الأكاديمية وغرفة الأخبار أسفل هذا الفيديو. أشكر لكم المتابعة وأراكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم. Thank you.